السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انتوا عارفين قد ايه انا بعشق الشعب الجزائري وبحترم طبعا جبال بالماضي انسان محترم اه لو مش محترم ما كانش الشعب الجزائري هو اللي معينه على اداره كره القدم للفريق الاول هو الشعب اللي مختاره على فكره اه لكن والله في حاجات مخوفاني ليه قانون كره القدم او قانون اي مهنه شيء والادب والاخلاق والاحترام شيء تاني فانا شايف جمال بالماضي بيفكرني بحسن شحاته حسن شحاته مسك منتخب مصر كان لاعبين شباب وجيل عظيم اخذ ثلاث بطولات كل سنتين ياخد بطوله ادي ست سنين نص الفريق كبر في السن ما جددش ما دخلش دم جديد لما جه لعب تصفيات البطوله الرابعه مش دخل البطوله يلعب تصفيات خرج انت بطل ثلاث سن ثلاث مرات ورا بعض طب خش البطوله وخسر لا ده ما دخلتش خالص البطوله خرج خالص يبقى ده فشل ليه عدم تجديد وروح الدم وتثبيت تشكيل جديد اه يعني اه اه التاخر التاخر في تجديد الفريق هو اللي بيخلي زي بلجيكا بلجيكا كانت من حوالي ثلاث سنين هي الأول في التصنيف قبل البرازيل لكن في أعمار كبرت لما شفناهم في كاس العالم من كذا شهر صعبوا علينا كلهم كلهم كبار في السن خلاص مش قادرين يعني برضو مين اللي اتأخر بالماضي بصراحة كان في تشكيل كل الشعب الجزائري وكل الشارع الجزائري لو مشيت في الشارع كده تقول لهم ايه قول لي تشكيل كده الجزائر هيقولك لك 11 كله معروفين مفيش حد يغلط فيهم لكن دلوقتي لما تيجي تسأل الشعب الجزائري ايه التشكيل او إيه ال11 لعيب مش هتعرف مش هتعرف تقول بالماضي بيحط مين هو ده اللي مخوفني ليه هو ده اللي مخوفني احنا داخلين على شهر تسعة بتلعب ماتشين شهر عشرة تقريبا ماتش او ماتشين هتدخل بقى خلاص فاضل شهرين ثلاثة على بطولة افريقيا عشان تاخد البطولة او تلعب منافس على بطولة افريقيا لازم ال11 بتوعك مش مش تعرفهم وبس ده انت تلعب بيهم ماتشات عشان يبقى يحصل اندماج ويحصل كل ماتشات الجزائر اللي فاتت دي اللي فاتت دي كلها من كل فيلم اغنية اللي جاي من ايطاليا واللي جاي من فرنسا واللي جاي من تركيا يعني انا هو ده اللي مخوفني على الجزائر لازم كان يثبت فريق اه مفيش مشكلة ثبت يعني جيب ناس واختبرها وشوفها اوروبي ماشي ده حقك بس ما تجيش على الفريق انك ما تثبتش 11 ثبت 11 وكل ما تيجي تشوف ناس انت كل م... ده في الشهر 6 لعب مباراه وغير تسعة المباراه اللي بعديها انا خايف على منتخب الجزائر لان ما فيش شكل اساسي طيب ال... الاختيار الاخير اللي هو واخده خوفني اكتر ليه واخد طغاي طغاي أنا بحلل لفريق الترجي التونسي على القناة الثانية بحلل الترجي التونسي طغاي مش قادر يجري كل الماتشات حتى أنا في تحليلاتي كده أقول طغاي عجوز جدا بس اكتشفت إن هو عنده 24 سنة طغاي مش قادر يجري ومرياح جنبه في الترجي عشان كده أسوأ موسم ليه طبعا مش هما الاتنين بس ولكن من الأسباب الكبيرة إن طغاي ومرياح مش قادرين يجروا فوجئت بمستوى السيء ده ان منتخب في المنتخب هل جمال بالماضي مع مساعدين المفروض انك انت شغلك كله شغلك كله يا جمال بالماضي بيقوم على مستوى اللعيبه في البلاد فالمفروض تعين مثلا ايه اه 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 مدرب يبص في تونس والمغرب مثلا ومصر في لعيبه كويسه جزائريين في مصر وانت مثلا تقول لهم انا هتفرج على فرنسا الجزائريين اللي في فرنسا وتقوم واحد تاني يتفرج على بقيه اوروبا انت شاك... مين اللي جايب تغير انا تغير انا شايفه في كل الماتشات الموسم اللي فات فوجئت ان هو منتخب منتخب الجزائر ما ده الفشل لاعب لا يستحق جايبه انا بقى يعني انا بحترم الكل بس انا بقول لك الحقيقه ديلور ديلور في المعسكر اللي قبل اللي فات واللي قبله جايب جبته يعني بيلعب مع الفرقه الثانيه مستوى سيء برغم ان انا قلت يا ريتك تجيبه وتشوفه وتديله فرصه ديك الفرصه وجبت المعسكر اللي بعديه المعسكر بس الاخير ده ما جبتوش بيقول لك كان مصاب زروكي يا راجل زروكي ده انت اديته فرص بالماضي سنه ونص كامله ده انا عملت لك فيديو بالخط العريض كده من سنه قلت هو لعيب كويس يلعب في نادي في هولندا لكن مش مستواه الجزائر انا بحب كل الجزائريين وهو جزائري على راسي من فوق وبحبه جدا لكن لا يصلح يلعب منتخب جزائر لا يصلح بيجري بالكوره وانا بحس هو بيجري بالكوره كده ما, بيع... ما بيعرفش يتصرف في الكوره اه صحته كويسه بيجري بيقطع اه يلعب في نادي يلعب في نادي ويبقى كويس ونسقف له لكن المنتخب لا شكل تاني منتخب الحارس لازم يبقى لعيب كوره الحارس لازم يبقى عنده كوره حاجات كتير مخوفاني انا بحب بالماضي على فكره واتمنى له كل خير بس يا ريت الفيديو ده يوصل أنا عارف إن فيديوهاتي الحمد لله بفضل كتير فضل ربنا كتير جدا في فيديوهات ناس بتقولي إنها بتوصل للمسؤولين يا ريت الفيديو ده يوصل لبلماضي شكرا